ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى صوت في الدنيا، وحشتونا قوي. قبل ما يبدا الفيديو النهارده، لو انت اول مره تشوف فيديو لينا، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان عائلة برنس مصر تكبر بيه. النهارده احنا يوم كامل في الملاهي، كملوا معانا بقيه اليوم. كوكي فرحانة بيها. مكة مش عايزة تنزل يا نبي. دي لو في البيت عندها دي تبقى جميلة. مكة يا كوكي يلا، مش هتقوم يا مكة؟ لا مش سمعت كده. بس هتمسكيها هي اصلا شنطة ماسكة. مرة واحدة بس انا امسك. خلي بالك من مكة بقى. مكة سيبيها كده. شطورة مكة كوكي. مبسوطة اهي. مسكيها بقى انا. لا مكة مكة اختي ولا ايه؟ ايه مبسوطة؟ اه مبسوطة؟ اه مبسوطة يا مكة؟ مبسوطة؟ اه عايزة تركب تاني. تعال تعال دلوقتي، هلا العب كرة السلة. ولا واحدة؟ ولا واحدة.
بتلعب جامد يا محمد. بص لعبت بالراحة دخلت تاني. بالراحة تخش على فكرة. بالراحة بالراحة. أربعة. محمد مش بيلعب كورة. بتعاد. خمسة. خمسة. ستة. عايزين عشرة. يلا بالراحة يا محمد بالراحة تخش. والله تسعة. يلا العشرة يلا قبل الوقت ما يخلص. 14 13 بس الوقت هيخلص اهو. يلا اهو. الورق ده تقريبا لو جمعنا اكتر من 50 بناخده لعبة. كسبت انا كده في البيت. جبت 10 بالظبط. سألي مني. انت سبب ثلاثة بس. احنا دلوقتي تعبنا وجوعنا جامد. هنروح نتغدى ونرجع الملاهي تاني. دلوقتي هنتغدى حواوشي من كيلو كباب. انا ميت من الجوع والله. فريحه حلوه قوي. اتفضلوا معانا. مين هنا بيحب العيش باللحمة او الحواوشي؟ ندى فين الاكل يا ندى؟ كل ده واحد بس. طب وريني تاني. خد النص. نص حد. نص حد. ربع حد. فين انت اللي عايش بلحمه؟ ايه؟ هو فين؟ انا اكلت لحمه جعان. انا ما فطرتش اصلا. يعني انا فطرت؟ انت فطرت. فطرت فين؟ فطرت. والله والله العظيم. انت عامله سندوتشات عشان نفطروا؟ ما فطرتش قبل ما نطلع من البيت. جينا واحنا نازلين حطيته في الكيس وقلت اخده معايا في الشغل. اكلت مكه سندوتش واخدت سندوتش وانا جاي في التاكسي. انا اكلت واحد بس. انا فطرت ولا ما فطرتيش؟ لا الفطار ما يتحسبش كده. طب انا ما اكلتش اي حاجه خالص. طعمه تحفه بصراحه. الحواوشي اقسم بالله احلى حواوشي اكلته في حياتي. بس العيش من كيلو كباب ده بيعملوه بالعيش ويدخلوا اللحمه جوه. بس جميل. بس احنا بنعملوها بعجينه. بس هو تحس ان هو حاطين لا حاطين دهنه فيه ليا تقريبا مخليها طعم حلو. بتعملها زي طرب طعمها طيب صح؟ جميله جدا. بس في حاجه لو العيش التاني لو العجينه الثانيه اللي احنا بنعملوها ناكله ثلاثه اربعه. ده تقيل؟ اكلنا واحد مش عارفين نكمله ممكن نديها. ممكن صح؟ صح تقيل علينا. وما الكلام انت يا جماعه غلبتنا النهارده. ان شاء الله. طيب واحده صح؟
ايدي يا محمد. هنا دي كورة، خدنا كورة يا جماعة. ايه؟ كورة. بس عايزة تتنفخ بس. طب وايه ده الدور الصغير ده؟ محمد جاب لنا لعبة كورة. بس لسه عايزة تتنفخ. لما نروح البيت هنشوف النفخ. اه مكة مكة بس في الارض ليه خايفة يا ندى مكة مكة خايفة يا كوكي خليك واقفة جنبها مش خلي بالك يا مكة خلي بالي انا طلعت لها لساني طلعت لي لسانها تلعب اللعبة التانية؟ ده حلو لا لا ما كنت شاح ده صاير ده ده انت في منه تاني اهو نفس الفيديو اه ايه الأول واحد هو قصير خلي بالك هو شو شيرت وجاكيت عشان مش شو تحبيه؟ اه ده حلو أوي خلي بالك عندك بطن اسود صح؟ ولا عايزه بطنون؟ هشوف بطنون لا لا انت المفروض تجيبي ده. الجاكيت ده حلو قوي عليك. على قدك بالظبط. مكة صحت من النوم؟ مكة؟ اكوكي؟ طلع مش حلو خالص. والله؟ ضايق عليك يعني؟
واسع خالص؟ خلاص يلا بينا. دلوقتي هجيب جيراكولا، لازم اجي كارفور اكل جيراكولا. عايز قد ايه؟ عايز 100 جرام. عايز 100 جرام يا باشا. بص الفراوله الجديده دي، دي اللي جميله قوي. انا عاوز منها؟ هجيب منها. بس ما تكونش جيراكولا معايا. جميله برضه. ومن دي كمان. بس زود ماشي من دي شويه. دلوقتي جبنا 150 جرام جيراكولا بدل مكه. مكه المره اللي فاتت وقعتها ما لقيتهاش مروحه، صح؟ فرحانة بيها. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا